يعطيله سؤال ويقرا عندك واسعار وهات الحيل وسهلها
أصحاب الشهود بنو أقرائك قابلهم من يدير بيها أعدى وعصي تحت جناح يكون في منزل تفضيل من لديها يدير بالنار ويستكسر دير بقود مولانا الجليل شادوله بالنصاب قوموا يا حبان شادوله بالنصاب قوموا يا حبان ارفع كفوفه لاسماع الزود قويم انصرفوا بعد ذاك اليمين واليسار وبقاموا في خاطب الله العظيم صلى الله عليك يا طه المختار وسيد موسى وسيد عيسى جبل طور قدرت الموت يا موسى على عبادي كما قدرتها على جميع الجمهور اجلك قرب ولا ابقى لك من بعدي غير دعي بالسماح وارضى بالمقدور انصرف موسى وصار ساجد للجبار صرف موسى وصار ساجد للجبار اهبط للحير مكسور عديم ارفض الراس واللي فيه كل قبل يذكر وانتهي بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه يا طه المختار اسيد موسى وسيد عيسى سيدنا موسى تحقيق يبقى 40 يوم ساجد للقبلة بعد 40 فاقد وحد التحقيق يرجع الموضع العبادة على عطلة لما نادي الوقت من عند التوفيق لا تستخر ولا تقدم للإجلاف أمر رب الكريم وكل العمار أمر رب الكريم وكل العمار قالوا تهت تزور موسى الكريم اقبض عمره وسيسو بالنعيم تهار واستحفظ اسقط لونه
الجهار. قال له رد نام وابشر بالنعيم، صلى الله عليك يا طه المختار. وسيد موسى وسيد عيسى وابراهيم. Yeah.